السلام عليكم خاوتنا، ان شاء الله تكونوا مليح. في هذا الماسير 2018 راه عندنا واحد البروبليم، هذا قادر يصرى كاع في المحركات ديزل. تما ماشي غير كي نقول لك ماستر هي تقول البروبليم غير في هذا يتشعل له تشيك ويخرج له ميساج انجيكسيو كونترولي، كي اسكانيه تخرج له بريسيون سولومونتاسيون دروب باس، تما ضغط تاع تيربو ضعيف. كي قعدنا نفيريفو تلاقينا بلي تيربو مليح، لي ديريتي نتفخو كل شيء. وكي تشوف هنايا الديري ديرها بيدك كما قلنا في فيديوهات سابقه تنتفخ عادي كل شيء. هاي قعدنا نفيريفو صالحنا حتى قلعنا نافانو جير كما تشوفوا كومبلي. كي قلعناها كومبلي الطريقه باش عرفناها بلي راهي فيها هذا البروبليم وهي اللي تخرج هذا الميساج، شد لي تشيتو هنا، شوف هادي لافانو جير هنايا يدخل الهواء تاع الشاطمو. انا شاندير غادي ننسف هنا، غادي ننسف هنا، غادي الهواء يولي يخرج منا. ها شو نورمالمون غادي تنسمع هكا، نورمالمون راهي الريح اللي راهي تخرج راهي باين. تما كي تكون لافانوجير، كي تكون لافانوجير محلوله كيما هادي راهي ضايعه، تولي تخرج هذا الميساج باللي تيربو راه فيه فويت ولا راه ضعيف، لاخاطش لا بريسيون تولي توجور تهرب، لاخاطش هذا عنده وقت كيما قلنا ما يخدمش في اكسيراتير، وراكم عارفين الخدمه تاع لافانوجير كي دايره. تما الا كان عندك لافانوجير قاعد محلول كيما هكا غير روح بدله ولا تنجم تسيبريميه كيما خونا هنا راه مسيبريمي الفاب وماش مسيبريمي لو جير. كون دار عفسه كي كاتاليزر خواه وسيبريما الفاب كان غادي يزيد يسيبريمي جير، ما كانش غادي يصرى له هذا البروبليم. اي خوتنا ربي يحفظكم وبارك الله فيكم، ايا تهلاو ما تنسوش.